اعتراض على الاسمين معا. أولا يعني نحن أبدينا اعتراض علني حتى الآن على ترشيح النائب السابق سليمان فرنجي. موقف من قائد الجيش لم يتبلور بعد لأنه ما في ترشيح معلن لقائد الجيش. لحظة، كيف لم يتبلور بعد؟ جبران بيصير رئيس التيار الوطني الحر بآخر مقابلة له هون على قناة الجديد مع السيد سامي كليب، انتقد قائد الجيش بشكل مباشر. مش هلا انتقد بشكل مباشر، مسألة أخرى. موضوع قائد الجيش يحتاج إلى تعديل للدستور، ويحتاج إلى قوى سياسية تتبنى ترشيحه، وأن يصبح هذا الترشيح معلنا بالداخل اللبناني. اليوم بعدنا يعني نحن اليوم نقرأ بتحليلات الصحف وبمقالات المحللين أنه ترشيح قائد الجيش هو مطروح على بساط البحث وهو من الترشيحات القوية. ولكن اليوم أي كتلة نيابية تبنت قائد الجيش؟ دليني على نائب عم بيصوت لقائد الجيش. قولي لي أي كتلة نيابية قالت نحن مع قائد الجيش؟ لا ما في، هو في تحضير إذا بدك. أوكي، فهذا موضوع بعد اليوم منه مطروح بالشكل اللي بينطرح فيه بالعادة حتى نحن نعطي الجواب اللي لازم نعطيه. هل فاتحوا القطريين في كلام عن أنه رئيس التيار عندما ذهب أول مرة، يعني المرة الماضية إلى قطر واليوم رجع راح مرة تانية، بس من المرة فاتحوا القطريين جبران باسيل بموضوع قائد الجيش؟ ما بعرف، مش ما عندي المعلومات الدقيقة إذا تمت مفاتحته، ولكن من دون شك يعني اليوم أنه في إذا بدك الجهات المؤيدة للولايات المتحدة أو جهات المؤيدة للغرب يعني تحمل بمشروعها الضمنة ترشيح قائد الجيش. هذا شيء نفهمه من الأجواء، ولكن ما في حكي مباشر فيه. هلا إذا تم الطرح مع الوزير باسيل أو لا بشكل مفصل أو بشكل محدد وواضح، ما بعرف، ما عندي معلومات بهالدقة هيدي. طبعا يعني أجرى الوزير باسيل لقاءات بقطر، وهو قال أنه نحن عم نحضر الأجواء لحتى نأمن الحاضنة لانتخاب الرئيس وللتوافق الداخلي. هلا بملف يعني ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية، يعني اليوم نحن بننتمي إذا بدك إلى هيك خط عريض بلبنان، وهذا الخط العريض يعني كان من المفترض أن يكون لديه مرشحين وبيتنافسوا بين بعضهم. إذا جبران باسيل قال أنا مش مرشح بإسلامين فرنجية، طيب إذا جبران باسيل قال أنا مرشح، شو بيكون موقف هذا الفريق؟ فاليوم نشوف هذا الفريق مين عنده حظوظ أكثر. اليوم لما جبران باسيل عم بيقول أنا مش مرشح، فمفترض أنه يكون عنده الحق لأنه يقول مين المرشح يلي بأيده. ومش مفترض أنه نحن اليوم الكتلة المسيحية الأكبر بالمجلس النيابي أن نجي نقول لها أنت ما عندك رأي بتسمية الرئيس. مين ولكن أنه ما عندكم رأي؟ أنت اليوم بسؤالك عم تقولي لي يعني أنت طرحت رأي؟ نو، أنت طرحت السؤال ليش ما تردين يعني وما بتحكم مع حدا. أنا عم بقول لك نحن، أنا ما قلت ما عندكم رأي، أنا عم أقول أنه أنتوا الممر لانتخاب أكان سليمان أم أكان جوزيف عون، وأنتوا رافضين الاثنين. هيك أنا عم أقول. إيه صرنا عم نحكي بشكل إذا بدك أصح. نحن اليوم إذا كنا الممر فمفترض يكون رأينا هو الرأي السديد بانتخاب الرئيس وباختيار الاسم. طيب. لذلك لما فريق بده يختار، إذا نحن بنعتبر حالنا ضمن فريق، إذا هذا الفريق بده يختار رئيس، هذا الفريق مفترض يأخذ يعني اليوم أنا لما بدي أختار لنقول رئيس حكومة، بيجي نحن الكتلة اللي أغلبية نواب مسيحيين مننقي رئيس الحكومة مفرده على حلفاء ما أو على الكتل اللي هي فيها نواب سنة آخرين، لا، في يعني في حاضنة. اليوم نحن هذا البلد نظامه طائفي ورئيس جمهورية مارونة، والنواب المسيحيين والكتل المسيحية هي الأكثر إذا بدك معنية باختيار الاسم. يعني أصدق السنة بنقوا يعني السنة تحديدا الحاضنة لرئيس حكومة، مش تحديدا بس، ولكن يعني والشيعة بنقوا رئيس بري. ما هيك عم بيصير. أيوة أنتوا كمسيحيين نحن اليوم ما فيك متفقين، بس اليوم الموارنة مش متفقين يعني. أنا عم بحكي ضمن فريق واحد. طيب. إذا كنا فريق واحد، إذا ما كنا فريق واحد
ففيهم هن يمشوا بترشيح سليمان فرنجي من دون الرجوع او الركون الى راينا. فاما اذا كنا فريق واحد نحن اذا ما كان عندنا الرغبه بالترشح او اذا كنا تسهيلا رحنا قلنا ما بدنا نترشح ما فيك تيجي تقولي لنا ما لك حق تحط فيتو على اسم مرشح معين. انا عم بزيح لحتى اعمل حل وسط مش عم بزيح لانهزم قدام مشروع مرشح اخر. فهون الفكره يلي نحن مش عم يجوا مش عم يلاقونا فيه على نص الطريق. نحن اليوم قلنا قربنا فشخه وقفنا وقلنا نحن تنازلا وتسهيلا ما بدنا ترشيح ولكن ما حدا نقرب فشخه. عم بيقولوا لنا تعوا لعنا بس نحن ما رح نقرب ولا فشخه لعندكم.